أنا مبسوطة جداً إنه صار في بنات بتلعب بالشمال كرة قدم، بالرغم من إنه هذا دوري تنشيطي ومستوى البنات يعني لسه مش بالمستوى العالي، بس إنه أنا يعني كأنه نشوف بنات بيلعبوا بالملاعب هذا كتير إيجابي وممتاز. أنا بتشكر اللواء جبريل الرجوب إنه جعل الرياضة تكون موجودة بكل نواحي فلسطين، قدوم يعني بحدود 60 لاعب اليوم من محافظة جنين فقط لطول كرم مشان يلعبوا بالبطولة، هذا قمة الإنجاز والنجاح لجنين ولفلسطين. الدوري النسوي بالعكس يعني جعل الفتاة الفلسطينية قيمة كبيرة، وكمان خلى للفلسطيني إنه البنت الفلسطينية خاصة المرأة الفلسطينية خلالها مكانها، حتى مش بالسياسة مثلاً، حتى في المجتمع. هاي خطوة كتير كبيرة، الحمد لله يعني إنه تقدمنا، وأنا بشكر كمان للسيد اللواء جبريل الرجوب على هاي المساعدة، وخطوة كتير كبيرة هاي للشعب. إحنا الحمد لله يعني متوفقين كتير بالبنات اللي معنا بالفريق، اللي معنا فريقنا الحمد لله يعني قاعد بتطور شوي درجة. المدرب عنا كتير كويسة ومنيحة وأدائها منيح. بشكل عام دوري النسوي كان عنا بجنين، يعني بالذات بجنين معدم، بس لقدام شوي يعني بلشوا الناس تقبلوا فكرة إنها البنت تنزل على الملعب وإنها تلعب، ولقدام شوي إن شاء الله قاعدين نستفيد من إنه دور البنت يكون مؤثر ومنيح. دور البنت إنه كتير مهم إنها تنزل وتلعب بالملاعب وتشارك بالدوري، وهذا إشي كتير منيح وبعلي من مكانة المرأة، ولقدام شوي إن شاء الله يعني حنفوز وحنأخذ دوري أكثر ونشارك بالإحداش، وإن شاء الله يعني بالتقدم لكل الفرق يعني بالنهاية. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يواصل مشواره في إطلاق دوري النسوي، واليوم على ملعب وصالة النادي ثقافة الكرم الدوري النسوي يجمع نادي برقين وأيضا نادي شابات بن عامر من جنين ليواصل مشواره في هذه الرحلة، وأيضا لإثبات الذات والخروج بفتيات لاعبات مميزات وموهوبات من خلال هذا الدوري الذي يعتبر هو الدوري الأول في فلسطين. منتصر عناني، طول كرم اليوم، تلفزيون الفجر الجديد.